بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. النهاردة هنكلمكم عن جزيرة تسكنها الأرانب فقط. إيه الحكاية؟ جزيرة أوكونوشيما جزيرة صغيرة مساحتها 700,000 متر مربع، تقع في بحر اليابان بين هيروشيما وشيكوكو. خلال الحرب العالمية الثانية كانت الجزيرة تستخدم كسكنة عسكرية سرية لتصنيع الغاز السام للحرب الكيميائية. بين عامي 1929 و 1945 استخدم الجيش الياباني هذه الجزيرة لتصنيع أكثر من 6,000 طن من غاز الخردل. وغاز الخردل هو مركب كيميائي سائل يصدر بخارا خطرا ويسبب حروق وتقرحات في الجلد، كما يؤذي الجهاز التنفسي عند استنشاقه ويسبب التقيؤ والإسهال عند ابتلاعه، ويلحق أضرار بالعين والأغشية المخاطية والرئتين. ومن أخطر تأثيراته طويلة الأجل أنه يسبب مرض السرطان. وقد تم اختيار هذه الجزيرة لعزلتها مما يوفر الأمان في حالة وقوع كارثة. تمت إحاطة البرنامج بالسرية، وخلال 16 سنة من العمل تم محو أوكونوشيما من الخرائط، ولم يتم إخبار السكان والموظفين بما كان المصنع يصنع. ومع نهاية الحرب تم إحراق الوثائق المتعلقة بالمصنع وتخلصوا من الغاز إما عن طريق الإغراق أو الحرق أو الدفن. أثر الغاز بشكل كبير على حياة الكثير من الأشخاص في اليابان والصين، ولا يزال بعضهم يعاني من أمراض صحية إلى يومنا هذا بسبب استنشاقهم للغازات السامة. وفقا لبعض المصادر، تم جلب الأرانب لأوكونوشيما لاختبار آثار السم، وتم إطلاقهم على الجزيرة بواسطة العمال عندما انتهت الحرب العالمية الثانية. ولكن تزعم مصادر أخرى إن مجموعة من تلاميذ المدارس كانوا في رحلة ميدانية عندما أطلقوا سراح 8 أرانب في عام 1971 ميلاديا. وبصرف النظر عن هذا، فالأرانب الأصلية وأجيالهم من النسل ازدهرت في بيئة خالية من الحيوانات المفترسة لهم. اليوم الجزيرة هي موطن لأكثر من حوالي 300 أرنب تتجول بحرية. حصلت الجزيرة على لقب يوزاكي شيما، أو باللغة العربية جزيرة الأرانب. على الرغم من طبيعة الحياة البرية، اعتادت الأرانب الموجودة في الجزيرة على البشر بسرعة، وهي تقترب من الزوار بحثاً عن وجبة خفيفة، وتقفز في أحضان الزوار، ويتم السماح للزوار بالاقتراب منها وتغذيتها. ولكن في محاولة للحفاظ على الأرانب، لا يتم السماح بوجود الكلاب والقطط لخطورتها على الأرانب. وعلى الرغم من أن معظم الزوار يأتون لرؤية الأرانب، لكن تراث جزيرة الأرانب من الغاز السام لم ينتهي بعد. فهناك يوجد أيضا متحف الغاز السام الذي تم افتتاحه عام 1988 ميلاديا، وذلك لتنبيه أكبر عدد من الناس على الحقائق المروعة عن الغاز السام، وحيث يمكن رؤية معدات في شكل بدلات مطاطية وقفازات وأحذية كان يرتديها عمال الحماية في فترة الحرب. كما يعرض المتحف المعدات المستخدمة لتصنيع الغازات، كما يعطي لمحة عامة عن تاريخ الجزيرة خلال تلك الفترة. تعد الجزيرة أيضا
منتجعا سياحيا شهيرا مع ملعب صغير للجولف وأراضي للتخييم. بكده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.